حاسس التايم هيلعب دور كبير في الكومبيتيشن. هو اختار حلو ما بياخدش وقت سوفلي او فانضاء يعني حاجه أيه. هتاخد كام دقيقه قصيره فاختيار موفق هناك. هنا طبعا القرع بياخد وقت طويل علشان يستوي فيعني عندها هنا اصعب. الشركسيه برضو خطوات كتيره قوي فمشكله وقت. التركه بالنسبه لي في القرع البشاميل نفسه خلاص هو اصلا كمان عشان يتقدم لك لو هي عملته في الصينيه مش هتعرف تقطعه وتقدمه لنا هيبوظ منها فلازم تعمله في بولاته لوحده. مين اللي اختار المنيو يا جماعه انت ولا هو؟ ده مجنون يا جماعه والمصحف هيحرقنا كلنا. ما حدش هيعدي من هنا عشان في بتاع سخن. ما حدش هيعدي من هنا اصلا. انت ان شاء الله هتمشي وتروح داس عليها وتروح محروق. شكرا يا قمر. مامي هيعيش عمره ما يخش هنا. حبه حبه ليه؟ اهي لازم ايوه لازم تدوسي مرتين. مش فاهمه ازمتي بس قشطه. اول ما بدات ضربت البيكنج والكاشو لقيت ان هم مش هيكفوا ان انا احط العيش بدات اتوتر جدا ان انا لازم الاقي حاجه اكبر وفي نفس الوقت ما تكونش مامي هتستخدمها. هيتعبها ضيق قوي عليه. كان المفروض تنصصه. هيتكلم في واحده اكبر من دي في واحده اكبر. احنا مش هنقدر نقول لها دلوقتي خلاص. قعدت ادور على الواحده الاكبر لقيتها مش عارفه اوصلها في حاجه انا مش فاهماها بتعجن مني. انا حسيت ان خلاص في اللحظه دي الدنيا اتكعبلت خلاص كده. ترى حبه حبه يا مريم من بدري او اعمليها في البتاع الكبير. يا بجد بقى لي ساعه بطلب من مساعده دلوقتي لسه هتقولي اعمليها في البتاع الكبير. ايوه بقى صلوحه الله والله الدنيا ده لازم تشوفي عليه وعملها صلاه. هو قاصد النار دي ولا صدفه؟ وعملها وحرق اللحم. اكشلي ده حاجه غلط. مش قاصدها مش قاصدها مش قاصدها طبعا. واللي هو بيعمله ده الزيت هيخلي طعم اللحمه زجاج. يلا بقى يلا نار تاني والنبي يا صلاح. عايز واحده ثانيه؟ يلا ايوه بقى. بس كفايه كفايه عرفت كفايه عملتها. طب قول لي يا شيخ مصطفى المسابقات اللي زي دي طبعا يعني بتبقى مهمه. اي بابليستي از جود بابليستي فيعني اي دعايه كويسه ايا كانت بقى فدي بالنسبه لنا احنا كشيفس بتلفت النظر ان في اقبال على المجال بتاعنا ده. احنا الشيفات دايما بروفيشن او مهنه يعني مش واخده حقها كفايه. فشو زي ده بيبين ان في ناس من مجالات تانية انترستد او عندها حب انها تتعلم الطهي فده حاجه كويسه لينا احنا. طب الناس عايزين يعرفوا انتوا هتعملوا ايه في أراسيا. احنا هنعمل لحمه وشوكليت للديزرت. اللحمه بالأراسيا دي بتبقى حساسه قوي بقى يعني البهارات بتفرق كتير قوي. ممكن تدوق بقى الكريم وزودت ال وجزر. ايوه حلوه. لا في هنا اطباق اترصت. في هنا اطباق اترصت بجد؟ يا ولاد الايه؟ لا نلحق نفسنا. خمس عشر دقيقة. اوكي ده بجد؟ يعني انت اللي عامل الايس كريم ده؟ ما تسخنهوش. هو دي تمبريتشر؟ حرارة ايدينا ممكن تسخن الايس كريم. انا اسف. ماشي. ميرسي يا شيخ. ماشي يا سيدي. ميرسي يا قمر. البادي تمبريتشر هتسيح البتاع. يلا بقى الحق يا مصطفى الحق يلا يا مصطفى. الحق يا مصطفى. مش معقولة. فتحت دي؟ افتحها يا توتة. اي حبيبتي يا توتة. فتحت يا توتة الحاجة يا توتة. يا باي. دلوقتي. اعتقد يا جماعة ان دلوقتي ان انتوا لازم نغرف تبتدوا تحطوا الاطباق حتى على الاقل عشان يتغرف فيها على طول. اوكي. هتحطها؟ لا.
هو مش هنا عايز ياكل من الاكل قبل ما يطبخ. ياكل من اكلك وحر. وحر اكلك. ده مستوي كويس. انت شايف؟ بيبان من التقطيعه من نزله السكينه على ال